عليكم ورحمة الله. ونحن كما ترون هذه الجبال الشم الشوامخ العجيبة سبحان الله. قال ربنا عز وجل والجبال أوتادا، فهذه الجبال العظيمة التي تحيط بنا ونحن في عقبة طريقنا إلى بورسودان. تخيل أخي الحبيب الغالي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حديث ثوبان: لا ألفين أناسا من أمتي لهم من الحسنات كجبال تهامة بيضاء. تقول مثل الجبال حسناتك سبحان الله، يجعلها الله هباء منثورا. الله، حسناتك تروح تصبح هباء منثور. قالوا يا رسول الله جلهم لنا، عرفنا إياهم ألا نكون منهم. قال: ألا إنهم منكم يأخذون من الليل كما تأخذون ويقرؤون من القرآن كما تقرؤون. طيب إيش المصيبة التي أدت بهم أن تذهب حسناتهم؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعظمون الحرمات ويعظمون الخلوات. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تم تحريره صوتيا في يوم الخميس لثلاث بقينا من شهر ربيع الآخر لعام 40 و400 ألف من نجة نبيه صلى الله عليه وسلم.